مئات الشباب ينضمون كل يوم إلى كتائب المتطوعين لمحاربة المتمردين الإسلاميين في شمالي البلاد. طلاب وتجار وفتيات جاءوا من الشمال للتدرب على المهام القتالية على يد مدنيين وعسكريين. وهذه الفرقة التي تتخذ من العاصمة باماكو مقرا لها هي واحدة من عدة فرق بدأت تتشكل في أماكن متفرقة من البلاد. جئت للتدريب هنا من أجل الدفاع عن مدينتي التي سيطر عليها المتمردون في الشمال. توافد المتطوعين على هذه الكتائب جاء بعد فشل الجيش المالي في دحر من يوصفون بالإسلاميين المتشددين عن المناطق الشمالية، فالمتمردون الإسلاميون هزموا الجيش في مدينة تلو الأخرى، مما أدى إلى حدوث انقلاب عسكري في مارس آذار الماضي، وباتت قوات الجيش مفككة، الأمر الذي دفع هؤلاء المتطوعين للمشاركة في القتال. لقد صدمنا عندما فشل جيشنا في حماية البلاد وفقد السيطرة على ثلثي أراضيه. المشكلة كانت تكمن في نقصان تعداد الجيش، لذا فعل الشباب أن ينضم إلى صفوف الجيش لكي يتمكن من القتال. انتشار كتائب المتطوعين جاء بعد تأخر اتخاذ قرار بتشكيل قوة إقليمية للتدخل في البلاد، فما زالت حكومة مالي في انتظار الضوء الأخضر من الأمم المتحدة للسماح لقوة إقليمية بالتدخل وكسر قبضة المتمردين هناك. بيد أن المتطوعين لن ينتظروا طويلا، وعلى ما يبدو فإن أعدادهم ستشهد زيادة في الأيام المقبلة. محمد السيد، بي بي سي.